لما خلقت هاي البنت أنا ربحت جائزة ب2 مليون من أجل إرضائها. أنا وحدة عرجة. لا تحكي هيك حبيبتي، قد يفعل أي شيء. أي أب؟ أنت أب لأختي نيجارو بس. حتى لو استدعى ذلك، هاي البنت مثل أبوها ما بتحبنا. تدمير حياتي الكل بيكون هالشي لسعادة أختها، وما خفي من حقدها قد يكون أعظم. أحقاد خفية يومياً، الثانية بتوقيت السعودية، الواحدة بتوقيت القاهرة على MBC بوليوود. MBC معاكم بالبيت.